مرحبا. اليوم بدي اورجيكم Brothers Tale of Two Sons. طبعا هي ادفنتشر جيم، يكونوا فيها هدول الاثنين الولدين اخوات. امهم بتموت، ابوهم بيكون مريض، وبدهم يروحوا يدوروا على الدواء تبعه. اوكي، طبعا اللعبة لازم اورجيكم هذا الشيء. اللعبة هي الكنترولز تبعها، البيج براذر بالستيك اليسار. طبعا اذا تلعب بالكنترولر، هلا بالبي سي في الى كيبورد سيتنجز، بس انا بنصحك تلعب على الكنترولر anyway. طبعا باليسارية بتحرك الكبير اللي هو اللابس ازرق، باليمينية تحرك الصغير اللي هو الاخ الصغير، وفي عندك الليفت تريجر واللايت تريجر او الرايت تريجر سوري، بتعمل انتراكت. خليني افهمكم هلا بالضبط شو الفكرة. فهلا كل واحد منهم، يعني هلا انا اذا حركت هذا اللي الشمال بصير بيمشي، هذا اليمين بصير بيمشي، هذا فيك تحرك اثنين سوا. طبعا اذا فت بالحيط مشكلتك. طبعا كل اخ بيعمل انتراكت بالزر تبعه. يعني مثلا نطلع هلا، طبعا بدهم يطلعوا من القريه يروحوا على الغابه، مدري شو بدهم، يجيبوا عشبه مدري شو شغله مشان ينقذوا ابوهم. اوكي ليلاي ميبو مثلا هذا فيك تعمل انتراكت مع اي شغله موجوده بالهذا. اوكي، طبعا اللعبه بسيطه كثير مثل ما انكم شايفين، ما فيها اي نوع من الكومبات. طبعا في عندك الروتيت الكاميرا كمان موجود، ما فيها اي نوع من القتال. فعليا هي عباره عن مثل عقبات، وبدهم الاخين يتساعدوا مشان يحلوا. مثلا بيجي الولد هذا بيفيق الحارس تبع الجسر، فيق الحارس تبع الجسر. بيجي الاخ الكبير مثلا بيقول له انا وين هادي هون. حدا منتبه انه عم يحكوا عربي؟ السبب هو انه اللعبه هي معموله بالسويد، عملها واحد اسمه جوري. اوكي، طبعا هلا بقى بده يمشوا يعدوا الجسر. بيطلع على الغابة. طبعا هاد مثلا بتحكي معه بتقول له وين هون. اودا وين هادي؟ فايت بالحيط. طبعا الفكرة من الجيم هي انه هالاخين هدول شلون بده يتساعدوا، العلاقة بيناتهم كونك عم تتحكم فيهم هن اثنين كل واحد بايد فعليا. يعني عم استعمل ايدي الشمال لحتى العب بالاخ الكبير، والايد اليمين لحتى العب بالاخ الصغير. هي الفكرة هون بقى، عاطي مثل شخصية للجيم. اوكي، فهلا هسه مثلا هذا بيلاقي الكلب الثاني بيروح. يلا 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 يلا. شايفين كيف مثلا هيك؟ فهي اللعبة. مهم. وهكذا. الجيم كتير بسيط، التحكم فيه بسيط، القصة حلوة. يعني بتعطيك هيك مثل إحساس إنه عن جد إنك أنت مع هالأخين هذول اللي طالعين عم يتساعدوا مع بعض، وبدهم يروحوا يساعدوا أبوهم، ما بعرف شو، يساعدوا القرية تبعهم. الفكرة كتير حلوة، وصحيح ما في كلام بالجيم، بس يعني خلص القصة واصلة. يعني هلا مثلا هون الأخ الكبير بيعمل هيك، الأخ الصغير بيعمل هيك، طبعا بعدين بزت له الحبلة. طبعا مثل ما كنتم شايفين الشلال، الجرافيكس حلو، يعني ما له السوبر جرافيكس بس اعطي الشغل تبعه تمام. مثل ما عملكم، فهي هي الفكره كلياتها. طبعا هلا هون مثلا
بدك تاخذ الاخ الصغير مثلا بينزل الجسر، وهذا بده يشيل الغنمات مشان يتقل الجسر. تمام، اظن اذا ضل واقف هون اوكي، فهلا بدك تجيب الغنمات للجهه الثانيه مشان يتقل الجسر مشان تصير تقدر انت تمرق. هلا بس اذا اخذت الغنمه هاي اظن اذا حطيتها هون بيمشي الحال. يس اوكي، هاي هي برادرز تيل اوف تو سونز، جيم ممتازه، طريقه العرض القصه هي ممتازه، بتحسسك انك عم فعلا عم تلعب جيم ما عم تلعب كات سينز. يعني مثل يعني هي واحدة من المشاكل تبعي كانت مع مثل جير بالذات، انه الكات سينز كثيرة يا اخي. يعني معقول في كات سين من كات سينز 40 دقيقة؟ طب ليش؟ يعني انا بدي العب ولا بدي اتفرج على فيلم؟ اوكي؟ هون انت عم تلعب كل شيء، ما في كات سينز الا يعني ثواني اذا طلعت. طبعا مثل ما قلت لكم الجيم ممتاز، اللي بيحب هذا النوع من الالعاب دغري يجربه، اللي حب ايكو وشادي اوف كولوسس والقصص هاي حينبسط على هاي. طبعا ما في قتال، هذا اللي حكيته انا اول. اتس ان ادفنتشر جيم، اللي بيحب الادفنتشر بنصح انه يجربها. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وبدي منكم كمان دعم يعني للقناة، لأنه أنا القناة كلها عم بعملها مشان أورجيكم جيمز مثل هاي. في ناس كتير بتطلب مني إنه أعمل باتل فيلد وكول أوف ديوتي، وعم بعمل، بس يعني الفكرة الأساسية هي أورجيكم هاي الشغلات اللي ممكن أنتوا يمكن ما بتعرفوا عنها. فساعدونا إنه نعمل شير على الفيسبوك وهاد. يعني هذا هو كل المبدأ من كل القناة. مهم، شكرا كتير، يعطيكم العافية. سلام، هذا شو عم يعمل هلا؟ المهم يلا سلام.